السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى تسعة الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وما اختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. زيارت حضرت امام علی رضا علیہ السلام آج ندی سے پڑھی بہت سنت سے بھار پروک کے ہماری سے. السلام عليك يا أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوسيع البر التقي، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوم على إحسانها غيرك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، إمام التقي النقي وحجتك على من فوق العرش ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلوات كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترا متوافرا، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا شمس الضحى، السلام عليك يا بدر الدجى، السلام عليك يا سامنا أئمة الهدى، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغربة، السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا، وعلى أختك فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاني يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك وأتباعك وشيتك وأشرنا في زمرتك. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته.